أهلا بكم مشاهدينا مرة من جديد. انضم إلينا العميد جوني خلف. أهلا وسهلا فيك عميد. أهلا يعني فيك هل اقترب وقف إطلاق النار مع هذا النداء المشترك الأمريكي الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية لوقف إطلاق النار مدة 21 يوما، وقيل أنه سيدخل حيز التنفيذ في الساعات القليلة المقبلة؟ أول شيء بشكرك على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك عميد. إن زمان ما صحيح صحيح ضيف دائم حضرتك. خليلي ياكي، أنا صراحة ما بعتقد في وقف إطلاق نار بالوقت الحاضر، رغم الجهود الدبلوماسية الكثيفة سواء من لبنان الرئيس بري والرئيس ميقاتي المتواجد في نيويورك. هلأ جهود شيء والواقع على الأرض شيء آخر، لأن الواقع على الأرض اليوم ما بيدل أبداً أنه في وقف إطلاق النار أو في استعداد لوقف إطلاق النار. هيدي واحد. اثنين، وقت اللي بيصير في عادة وقف إطلاق نار يعني في اتفاق أو في نقاط قابلة للبحث. ما في وقف إطلاق نار هيك بدون استتباع له. يعني اليوم وقفوا إطلاق نار وشو المتابعة لوقف إطلاق نار؟ شو عندهم بنود اتفقوا عليها؟ أو شو الهدف من وقف إطلاق النار؟ أنا ما شفت إنه وقف إطلاق النار اليوم بالأخص هلأ من بعد ما السقف أصبح عالي جدا بالنسبة للإسرائيلي، والسقف عالي كمان بالنسبة لحزب الله، لأنه حزب الله اليوم بعده عم بيطالب بنفس المطالب القديمة الجديدة. إحنا ما منوقف إطلاق النار قبل ما يوقف إطلاق النار بغزة. بالنسبة له هذا المطلب تبعه، وهذا هو هدفه الأساسي، وهذا كان هدف الحرب اللي صارت من حوالي السنة تقريبا. الإسرائيلي عنده أهداف كمان خاصة، أنه هو بده يرجع مستوطنين، وبده خط آمن، وبده يبعد حزب الله ما بعد نهر الليطاني، وتحرير الرهائن. يعني هذه المطالب أنا برأيي وهذه الأهداف لن يتحقق شيء منها. لربما الجهود الكثيفة الدبلوماسية وكمان اللي كانت منخرطة فيها كتير أمريكا لربما نجحت يعني في التوصل الى وقف اطلاق نار ما، يعني وقيل انه ل 21 بده يكون لثلاثه اسابيع. نحن نتمنى هذا الموضوع، نحن ما عم نحط امور سلبيه قدامنا، نتمنى انه يكون في وقف اطلاق نار، لانه الوضع اصبح معقد جدا في لبنان خاصه، والنزوح الكثيف والتداعيات الحرب خلال اسبوع، يعني شيء لا ما بتقدر تتخيلي قدي العواقب تبعه وخيمه اصبحت. وانا بقول كمان اصبح خارج اطارنا، يعني خارج كل هذه العمليات العسكريه، يعني اصبحنا بمكان اخر. يعني ما بقى فيك ترجعي بالقليله، يعني هلا صرنا عم نقول يا ريت بنرجع للوضع القديم يلي كنا في قواعد اشتباك، كنا محصورين بجبهة 5 كيلومتر تقريبا، ما كنا عم نطلع خارج هذا الإطار وقت ابتدأت الحرب. بس حتى بعضنا بس بعض في كلام عم بقول نحن بعد ما صرنا بالحرب الشاملة عميد، يعني بعدهم بيقولوا لنا لا بعدها محصورة، بعد ما صرنا بالحرب الشاملة. فيعني إذا كل هذا عم نعيشه وعم نشوفه غارات كثيفة بهذا الشكل، عدد كبير من الشهداء والجرحى، إذا هذا مش حرب شاملة يعني أي شو هي الحرب الشاملة؟ حقيقة ست سهى، أنا كعسكري ما كنت أقدر لقي تفسير شو هي الحرب الشاملة. يعني هي كلمة حرب شاملة هي كلمة كبيرة، صحيح، وقت بتقولي حرب شاملة يعني هيدي بدها تشمل كل القوة اللي موجودة على الأرض، بلس بده يكون في عندك دول عم تتحرك تجاه هذا المحور. نعم. يلي هي على رأسه إيران، يعني تدخل إيران، يعني مقصود فيها مجموعة دول تتناحر وتتنازل، سوريا، يعني هذه حرب الشاملة. نعم. يدخل الروس والأمريكان يعني هيك صرنا بحرب عالمية. يعني كمان ما لنا ويردي هلأ بالوقت الحاضر، خاصة تراجع الموقف الإيراني في الأمم المتحدة. تبهنا نحن بهذه الفترة أنه هناك تراجع في السقوف العالي اللي كان عم يستعملها الإيراني. نحن بنعرف اليوم الإيراني هو عنده مصالحه الخاصة، وعنده مستقبل سياسي عم يطمح له في المنطقة الشرق الأوسط، وبده يكون له مقعد بالتسوية وبالمفاوضات المستقبلية، كان على صعيد الطاقة النووية، كان على صعيد العقوبات يلي مفروض عليه من قبل الدول والأمريكان خاصة، وإن كان بالوضع المالي والاقتصادي المهتز خلال
سنين. هيدا كله محور أنا بالنسبة إلي اليوم الإيراني محرج تجاه الأزرع يلي زرعت في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأس حزب الله القوة الكبيرة في السلاح. يعني هذه كلها أنا بعتقد اليوم غير مهيئة أن نفوت بحرب أكثر من اللي عم يصير اليوم. عميد والإسرائيلي يعني بس لمرق هالكلمة إذا بتسمحي، والإسرائيلي اليوم يستغل كل هذه التهديدات يلي لحديث اليوم ما عطت النتائج يلي بتأذي الإسرائيلي يلي بتأذيه. مشان هيك اليوم عم نشوف الهجمات القوية يلي عم يمارسها الجيش الإسرائيلي جيش العدو بكثافة وبقوة وبأهداف دقيقة. يعني تغيرت مفهوم المعركة اليوم وأصبحت حتى بالعمق اللبناني وتخطت كل الحدود اللي كانت مرسومة ما قبل من 28 وقتها صار فيه هذا الاشتباك. لحديث اليوم تغير مفهوم المعركة. هلأ السؤال اللي الكل بيسألوه وخاصة نحن كلبنانيين تورطنا بهذه الحرب اللي هي أساساً كانت لأسناد غزة وأصبح اليوم كل القوى هي لأسناد لبنان. يعني نعم. تغير حتى المفهوم والهدف تغير. ما يعني صارت غزة بدأت تسندنا على شوي. وأنا كنت دائما أنبه بهذه الفترة أنه نحن ما نوصل لهذه التهديدات اللي كان الإسرائيلي عم يهددها تجاه لبنان. نعم. وقال سنحول لبنان إلى غزة تاني. نحن بالوقت اللي كان عم يحكي الإسرائيلي ما كنا نصدق أنه ممكن يتوصل أنه يوصل بأهدافه إلى العمق اللبناني وإلى الضاحية وإلى الشمال والجنوب، يعني حتى مناطق كسروان وجرود يعني صرنا بمحل آخر نهائيا. واليوم التراجع عن هذه العمليات بالنسبة للإسرائيلي لن يتراجع، حط هدف مثل ما حط بأول مرحلة من القتال في غزة ومعابر رفح وبالضفة قال أنه نحن سنقضي على قادة حماس وحماس، هذا حط هدف قدامه وتحرير. بس ما تحقق هذا الهدف، هل يعني حققوا لهذا الهدف؟ حماس لازالت موجودة. يعني هلأ أنا ما بعرف هون أعطي رأيي بهيدي النقطة وماذا تحقق. الأعمال العسكرية كلمة تعتقد إسرائيل نفسها نظفت منطقة أو ما عاد في وجود لحركة حماس، منشوف منطلعنا من أماكن مختلفة وما زالوا يستهدفون جيش الاحتلال الإسرائيلي. ما قلنا قضي 100% على حماس. نعم. بس أكيد الزراع بس العسكري إنه سنة ما قدر حقق هذا النصر اللي هالعناوين الكبيرة إنه سنفكك وسنقضي على حركة حماس. هلأ بالنسبة له بسير العمليات يلي اتبعها الجيش الإسرائيلي عم نحكي هلأ هني اللي عم يصرحوا فيه انه كسر الهيبة العسكرية اللي كانت حماس موجودة فيها والانفاق اللي فات عليها ومخازن الزخيرة الى ما هنالك من التصاريح يلي هن عم يدعوا عليها. نعم. هلا لو بعد المعركة قائمة بغزة مثل ما كانت قائمة باول بداية الحرب اكيد كنا شفنا غير معطيات اليوم، بس اليوم الوضع شبه رايق بالمنطقة. كان عم بيصير في استفزازات على الجنرال الفيول والإبادي بعد مكمل بيخلق الإعلام ركز نقل ركز على لبنان، إنما يوميا بغزة مزبوط بس مش بعده سير يعني العمليات بعد إسرائيل مكمل بالإبادة بس خف كتير. يعني وين أول ما بلش ما عاد في شيء، يعني قطاع غزة أبيد يعني كدمار. معناتها هني الإسرائيليين اليوم عندهم سياسة الأرض المحروقة. نعم. يعني اللي عملوه خلال هذه السنة أكيد عطى بالنسبة لهم النتائج، بالنسبة لهم يمكن يكون بعد فيه حركة حماس ما طلعت، كتائب القسام يمكن موجودين بعد فيه بعد بس إنه اليوم بالنسبة لهم كسروا الزرع العسكري اللي كان موجود والهيبة العسكرية لحماس. هلأ انتقالهم إلى المناطق الشمالية ومنطقة الحدود الجنوبية واليوم إذا بتقولي نقلوا هذه المعركة يعني بمحل آخر مرتاحين لحتى قدروا نقلوا هذه المعركة بعد سنة، مش إنه نقلوها قبل بجمعة وبجمعتين. نعم. وهذا الشيء اللي نحن تنبهوا عليه إنه لما بدون ينقلوا هذه المعركة إلى جنوب لبنان يعني أصبحت المعركة في لبنان، ما عادت المعركة إسناد غزة. هلأ نحن المعركة دفاعا، حتى حزب الله غير كمان بالمقولة تبعه اللي كان يعني بيقول هذه الحرب يهودية إلى الفلسطين وقضية الفلسطينية وأسناد غزة، اليوم صار عم يهديها للشعب اللبناني وسيادة لبنان.
يعني حتى هذا الهدف اللي كان حاطه حزب الله قدامه تغير المفهوم تبعه. نعم. يعني صرنا نحن الحرب وصلت على دفاعاً عن لبنان والشعب. دفاعاً عن لبنان، وهون السؤال الكبير، دفاعاً عن لبنان وشعب لبنان. كيف وصلنا لهون؟ هيدا الغامض بهذا الموضوع. أنا بالنسبة إلي الأهداف غامضة والمصير مجهول. نحن اليوم عرفنا أمتى ابتدأ هذه الحرب، كان له تاريخ ب8 أكتوبر، ونحن اليوم أصبحنا بنهاية أيلول سنة وشهر تقريبا. نعم. ما عندنا نهاية وما عارفين شو الأفق ولا عارفين شو المستقبل. هالجهود الدبلوماسية يعني جنرال نجحت وصار في هدنة وقدروا توصلوا إلى اتفاق، طالما يعني سواء عند حزب الله يعني هناك النازحين، وهذا بتعرف يعني هنا خاسرة حزب الله يعني الرخوة كما يقولون، المدنيين والنازحين اللي تركوا بيوتهم وقراهم وبلداتهم ونزحوا، وكذلك الأمر بالنسبة لإسرائيل، يعني كمان بدهم يعيدوا سكان الشمال إلى شمال فلسطين المحتلة. لربما لتحقيق هذا الهدف أنه يرجعوا هذا الناس لبيوتهم ولمنازلهم يكون في تضحية من الفريقين. لتحقيق هذا الهدف ست سهى، نحن عددنا شو هي النقاط المطلوبة اليوم، أنه لتحقيق الهدف الدبلوماسي ويصير هو اليوم في وقف اطلاق نار من خلاله، يعني انت بتكوني حققتي اهداف هذه الحرب يلي عم نحكي عنها بعدنا، انه هذه الاهداف بعدها مش محققه بالنسبه للفريقين المتقاتلين. كيف بدك تعملي اليوم هالجهود الدبلوماسيه اللي انا بعتبرها اليوم هي اقوى جهود دبلوماسيه، لانه صادره من اعلى مركز اممي في 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 العالم، وفي في دول، في رؤساء دول عم يجتمعوا، ومثل ما تفضلتي باول حديثك قلتي الجهود الرئيس الامريكي مع الرئيس الفرنسي لي مع دول عربيه مجتمعين اليوم لحتى ياخذوا هذا القرار، يعني معناتها صار في اتفاق. هلا هن اتفقوا بين بعضهم، انما الافرقاء على الارض بنفس الوقت يلي اذيع هذا البيان على وسائل الاعلام العالميه انه خلال ساعات رح يصير حي التنفيذ قرار وقف اطلاق النار، بالمقابل لقينا انه منصات الصواريخ ما زالت تعمل، الاعتداءات على لبنان ما زالت موجوده وبكثره اكثر من الليل يلي كان فيه شويه رواق اذا بدك تقولي. اليوم هلا شوفي الجبهات كلها والعاني، يعني ما صار في حتى حكي بهذا الموضوع، يعني لا الحزب الله اليوم طلع بيان رسمي بهذا الموضوع او التزم بوقف اطلاق النار، يعني في خلال ساعات يكون المفروض يكون في رد خلال ساعات، ولا حتى رئيس الحكومه الاسرائيليه نتنياهو قال بكل صراحه نحن هذا عم نعمل وقف اطلاق النار تحت الجبهه، يعني تحت النار كمان، ما في وقف اطلاق نار، ما حدا صرح. جنرال ورد بالبيان يعني كمان في يعني اشار الى غزه، البيان دعا كل الاطراف الى تاييد وقف اطلاق النار المؤقت بما يتفق مع قرار مجلس الامن 1701 وتطبيق القرار 1735 المتعلق بوقف اطلاق النار في غزه. يعني اشار البيان كمان الى وقف اطلاق النار في غزه، مين بده يحقق هدف حزب الله؟ مين بده يعني من اليوم اشار البيان واللي عم تحكيه مزبوط، وهذا نعم. بيان وزع على كل وسائل الاعلام، نعم. بس من التزم به؟ ما حدا، لانه بالنسبه لنا، بالنسبه للمفهوم سير العمليات العسكريه اليوم للاسرائيلي اليوم بيعتبر حاله بيخسر اذا بيوقف اطلاق النار، لانه هو بالنسبه له وصل لمحل مثل ما كان عم يدعي انه 50% من القوه العسكريه لحزب الله ومخازن الذخيره والانفاق كلها صارت يعني معرضه للقصف، وبيعتقد انه 50% من القوة العسكرية اليوم قدر حقق انتصارات عليها وعم بكفي على 50% المتبقية بالنسبة لتصاريحه. وحزب الله بالمقابل كمان صار عم يضرب ما ابعد، ارسلن رسالة لتل ابيب، يعني ارسلن صاروخ ما بعد حيفا وحيفا، نعم. يعني اليوم لتل ابيب 100%، يعني معناتها اليوم لا حزب الله يمكن بهالمرحلة هيدي مع كل الضغوطات يلي عم يتعرض لها حزب الله اليوم، اكيد موقف لبنان الرسمي وموقف الشعب اللبناني وموقف الكتل النبي المعارضة خارج إطار المحور الموجود، إذا بدك تقولي في تضامن إنساني وأخلاقي مع حزب الله، نحن أكيد نحترم كل أهالي الشهداء والشهداء اللي راحوا نتيجة هذه المعارك، نتمنى للجرحى الشفاء العاجل، ولكن هيدا تضامن لبناني، هيدي العيلة اللبنانية اليوم عطت مثل لكل العالم
انه نحن بوقت المحنه هالشعب اللبناني يتحد والشعب اللبناني كله سوا يقف امام هذه الكارثه الكبيره يلي حلت على لبنان من كل النواحي. نعم. هذا تضامن. اما بالخط العسكري هناك خلاف بعده. نعم. موجود في لبنان بين انه حزب الله ياخذ لبنان الى المجهول بالعمليات هذه العسكريه او الى اين ياخذ لبنان. هيدي كمان في نقطه بعضهم خلاف عليها. اغلبيه يمكن حتى الشعب اللبناني ست سهى اليوم اي مواطن لبناني بتساليه انت مع الحرب ولا ضد الحرب اول شيء بيطلع بيقول لك انا ضد الحرب. طبعًا. ما حدا مع الحرب طبعًا. اساسا في لبنان ايا يكن هذا الشعب شبه حرب. واكثر من هيك خليني اضيف شغلي انه اليوم القضيه الفلسطينيه اللي دفع ثمنها لبنان اسمان من عقود في هذه الدوله بالاخص وكنا نحن الوحيدين اللي حاملين راس السهم في هذه القضيه الفلسطينيه. بعد مرور اكثر من اربع خمس عقود وست عقود نحن بعدنا لليوم حاملين هذه القضيه على اكتافنا وحاملين هذه القضيه ببيوتنا وبوطننا. بالوقت يلي تحول هذا الصراع صار صراع دولي خارج اطار الحدود اللبنانيه. يعني نحن اليوم ما فينا نكون دوله لبنانيه ما عندها مقومات الحرب. انا اليوم بدي اشير لشغله كثير مهمه يلي بده يروح على الحرب بده يحمي بلده يحمي ناسه يحمي شعبه بده يكون في مقومات الحرب. مش هيك بيكون الحرب بهذا الشكل. اليوم اللي صار بجنوب لبنان اكبر مثل على اللي انا عم بحكيه. تعتقدي بكل جنوب لبنان ما عندك ملجأ تحمي الناس. ملجأ ما في بكل جنوب لبنان ما عندك. هلا الأزمة يلي تفاقمت اليوم وكل لبنان مجند حاله كرمال النازحين يلي نزلوا من الجنوب قد ايه عم بيكون عندنا نحن ضغط ومشاكل لتأمين حاجاتهم. لتأمين حاجاتهم لأنه نحن ما كنا. هيدي مثلا المفاجأة اليوم انه يكون عندك هيك عدد كبير من النازحين. نعم. وبدك تقدري تلاقي لهم بالقليل لتأمينهم حد أدنى من يعني نحن كيف بيكون نعمل حرب مش قادرين نقوي بالقليلة هالناس يلي تحملوا كل هذه الصعاب بمنطقة الجنوب. بس جنرال يعني انت قلت تتفق انه هذه الحرب يعني فرضت كانت قبل ضمن قواعد الاشتباك وكان يعني حزب الله يعني يرد وكأنه في ميزان قدامه يعني عم بيرد بهذا الشكل. انما اللي حصل الاسبوع الماضي ثلاثة البيجر والاربعاء تفجير اللاسلكي ومن ثم يعني كان في بعض كلمة للسيد حسن نصر الله اعترف قال انه هذه ضربة قاسية. رجع باليوم التالي عمليات اغتيال لقادة فرقة الرضوان يعني وبلشت ليلة الأحد الاثنين الغارات الكثيفة على مواقع حزب الله وبيوم واحد شهداء وجرحى يعني بالآلاف. فمش هي حزب الله يعني جرت لبنان أو حزب الله على هيدي الحرب بهذا الشكل؟ أنا أقول شغلي ومهمة جدا وقلتها بأكثر من مرة إنه نحن لا حزب الله سيتحمل كل هذه الضغط عليه. لماذا؟ من طلب من حزب الله اليوم؟ من أوكل حزب الله ليتحمل كل هذا الضغط؟ يعني نحن بالعكس نحن معه ومنقول له نحن نتضامن معه إنسانية ومنقول له لحزب الله اليوم أنت حامل هم اللبنانيين وحامل هم الوطن وحامل هم كل العالم كرمال قضية بالنسبة إلنا نحن يعني حملناها أكثر من كل الدول حتى دول الجوار. نحن حملناها أكثر من دول الممانعة حتى يلي هن ما بيقولوا بقلب هذا المحور نحن حملناها. طيب شو السبب؟ لو كان في تضامن مع حزب الله. أنا بدي أعطي مثل صغير. 2006 لل 2024 مرق 18 سنة. 18 سنة هذه جبهة رايقة ما صار في أي حتى اي محاوله لتسلل ولا اي محاوله لاعتداء ولا اي ما كانت جبهه رايقه. كان في تطبيق للقرار 1701. طب نحن معقول من بعد 18 سنه اليوم نرجع نفتح جبهه كانت اساسا رايقه؟ طب ما شو يعني كان عندنا نحن وضع هالقد مستجد اليوم لحتى نفتح هذه الحرب؟ يعني هلا بكتليلي ما شفناه من مجازر وإبادة ما في إلا الإنس يعني ضمير الإنس يعني. بعدين ما تنسى أنه حزب الله ضمن محور وهذا المحور كل يوم بيطلع بيقول أنه إحنا متوحدين ونحن ساحة واحدة. هيدا اللي بدي يجاوبك يعني على وين أين هم هذه الساحات اليوم؟
انا هلا اليوم يعني هن هلا انتقل الحرب لبنان اكثر شيء كنا مساندين يعني بالفعل نحن في نحن اساسا مساندين يعني بتطلع مسيره من العراق او من اليمن او انا بدي اقول لك شغله نحن يعني لا يقاس باللي قدمه حزب الله ولبنان لبنان اليوم يعني لو نحن ما نرجع كمان خطوه الى الوراء لبنان اليوم بظل ازماته الاقتصاديه والماليه وبظل الحروب يلي نحن ما خلصنا منها بعد يعني انا بعتقد عشنا شبابنا بالحرب وعشنا يمكن احلى حياه في لبنان عشناها بالحرب احلى يعني اذا بدي افسرها اكثر احلى فتره حياته مش بس فتره يعني انا فت على الجيش ب 83 تصوري من 83 لحديت اليوم 83 لليوم قد ايه مرق عقود وبعدنا نحن كل أربع خمس سنين في مشكلة في عنا مشكلة وفي عنا كمان ما بنعرف شو هي كل حروب العالم بدنا نجي نحن نحملها اليوم لبنان الحيادة أنا بالنسبة إلي لبنان الحيادة هو لبنان اللي بيربح أنا بدي أذكر للإمام موسى الصدر اسمحيلي أني أذكر كلمة قالها إنه نحن كل هذه الحروب يلي بدنا نعملها للقضية الفلسطينية ما رح فينا نتقدم شبر هيدي هو قالها لذلك نحن لازم نكون حياديين هيدا الإمام موسى الصدر لا. المغيب ما بدنا نقول لا شهيد ولا توفى ولا المغيب الإمام المغيب نعم طب قال هذا الكلام لا. يعني معناته مقتنعين نحن من أمتين من 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 دهر من أمتين قالوا هذا الكلام أكيد طائفة ما فيتين بالحروب كل الوقت أكيد ما حنتقدم ولا كيف شوي كيف نحن اليوم نجي نفتح هذه الحرب على شوية جنرال إنه إيران المحرجة هناك من يعتبر أنه إيران ليست محرجة أبداً طلعت وحكت بصراحة أنه هي بتفكر بمصالحها نحن والأمريكيون إخوة قالتها ونحن مستعدين لوضع السلاح على جنب بس إسرائيل هل تضع سلاحها يعني إسرائيل وما إلى يعني وكمان عدد من الجمل حتى أنه موقع أكسيوس أورد أنه حزب الله طلب من إيران التدخل إلا أن إيران ردت بأنه الوقت غير مناسب هذا الأساس بالموضوع يعني عم تحكي حضرتك وهيدا الموضوع يلي هي إيران استعلت حربة بهيدا المحور إيران اليوم خلينا نكون صريحين هالمحور هذا اللي على رأسه إيران من يموله إيران مين عم يعطي عتاب مين عم يعطي سلاح مين عم يعطي أوامر مين عم يسير هذه العمليات مين إيران. فتح هذه الحرب طالما هي والأمريكا طالما هي وأمريكا أخوة ليش هون تبنى يعني تتربى الأجيال على أنه أمريكا هي الشيطان الأكبر وصراعات ونزاعات وحروب طالما إيران وأمريكا أخوة يعني هذا الكلام صدر من عندهم وهذا اللي قلت لك بأول حديث قلت لك اليوم في تغيير إذا انتبهتي بالموقف الإيراني وفي تناقض حتى بالموقف الإيراني لأنه الخامنئي من فترة قال نحن منرحب بالتراجع التكتي للحروب اللي موجودة بالمنطقة بارح قال نحن ندعم حزب الله بموقفين متناقضين الرئيس الإيراني حكي غير حكي حكي أنه نحن توجه لحزب الله قال له أنت غير قادر أنك تكفي بهذه الحرب مع إسرائيل حكيها كانوا عاملين معه مقابلة وهذه شغلة كل الإعلام هلأ قال صار في خلاف بالنسبة للترجمة أنه هو ما قال هيك بالشكل الحرفي يعني. ما بقى أنا عم بقول لك شو شفنا وشو سمعنا وشو الترجمة كانت أنه إسرائيل المدعومة من الغرب ومن كل الدول الغربية وكذا أنه إسرائيل ما فيه حزب الله ما فيه بوجه كل هذه الهجمة عليك يعني أنه يمكن يكون بهذا التوضيح هنا يعني طالما أنه حزب الله طلب دعم إيران للتدخل هنا كانت إيران يجب أن تلبي النداء بس انا كنت بشوف ايران المفروض تلبي النداء مش من هلا نحن من سنه كان الفرصه المناسبه كانت اول ما ابتدى ب 7 اكتوبر الطوفان الاقصى شو كان بدك اكثر من هيك فرصه تاني يقفوا كل هذه الساحات ويفوتوا على مش هن بدهم يفوتوا على اسرائيل مش هذا الهدف تبعهم يا بيجتمعوا كل هذه الساحات بوقت كانت في ضياع عند الاسرائيلي بهداك الوقت وكان في فرصه مناسبه لتوحيد هذه الساحات وعلى رأسهم الساحات وعلى رأسهم إيران طب ليه هالنطرة كلها هذه السنة اللي مرقت من بعد ما غزة صارت أرض محروقة من بعد ما دفع ثمن الحماس في هذه الحرب وهلأ حزب الله يدفع يعني الثمن تاني مفروض خليني بس مرقها البليز ولو بدي أطشي كلمة بس لحتى يعني وصلك هل تعلموا اليوم ما حصل الدرس من أنه إيران يعني دفعت بكم أنتم فقط إلى الحرب وهي تبحث عن مصالحها أنا قلت شغلي أنه حزب الله اليوم إذا كان عم يقرأ شوي صغيرة بالاستراتيجيات اللي موجودة حواليه
يجب أن يرجع خطوة إلى الوراء، يرجع يعمل إعادة تقييم. وحزب الله دائما يعني إعادة، لأنه أنا بعتبر حزب الله عنده مستشارين وعنده قياديين وعنده ناس بتفكر صح ودراسات، ويعني كتير قد ما بدك اليوم إذا بيشوف إيران اليوم ما عم تتدخل بشكل مباشر لما تحرج حالة مع الأمريكي، لأنه هي بتعرف إذا تدخلت إيران راح إسرائيل تضرب، راح تضرب بقوة ويمكن تضرب المفاعل النووي الإيراني، وهون صار بدها تتدخل الأمريكي، صار بده مجبور يتدخل لدعمه للإسرائيلي، وهيدي هو عم بيقول أنه نحن أمنيا ما منزيع عن الخط الإسرائيلي. صحيح. هيدي الحرب إيران عم بتجرب قد ما فيها تبعد هذا، وقديه هددت أنه من بعد اغتيال إسماعيل هنية رح ترجع هي ترد رد قوي ودقيق على إسرائيل. طيب قد ايه صار ماري؟ صار ماري أكثر من شهرين ثلاثة أعتقد. نعم. نحن اليوم ما شهدنا هذا الرد. نعم. ما شهدنا ذكرت فيه من شيء. وحتى حزب الله اليوم رد حزب الله مع اللي بيحكيه الأمين العام مفروض كمان يكون أقوى، وعم يأذي الإسرائيلي أكثر من هيك. حتى رد حزب الله اليوم بعده عم يحترم القواعد، يمكن يلي ما بده يفتح أكثر من هيك حسب القول اللي عنده إياه. هو عنده بعد أسلحة، بعد ما استعمل أسلحة دقيقة وباليستية وإلى ما هنالك، ما رح نفوت بأنواع الأسلحة اللي عنده إياها، إنما بعده لحديت اليوم عم بيرد رد متواضع بالنسبة لحجم الاعتداء يلي عم بيكون على لبنان. يعني إذا بتعمل مقارنة بسيطة، نحن اليوم صار رايحنا أكثر من 500 قتيل بظرف يومين ثلاثة، هول استشهدوا هلأ بهذه اخر حرب. وحكينا عن الاسبوع الماضي، وحكينا عن بدايه الجرحى لاكثر من 1500 كمان اليوم. صحيح. هودي عم نحكي بيومين ثلاثه، ما عم نحكي عن ال 4000 وال 200 شهيد واللي استشهدوا قبل. وكل هذا العام يعني خلال جبهه الاسناد كمان راح كثير، يعني اسرائيل استهدفت يعني كثير. اليوم قد ايه نحن دفعنا ثمن غالي بالوقت يلي الاسرائيلي عم يدفع ثمن، ما عم نقوله ما عم يدفع ثمن، بس مقارنه باللي نحن عم ندفعه اكثر بكثير. نحن اليوم تهدم الجنوب كله، تهجر هلأ بهذه آخر إحصاءات في أكثر من 200 ألف أو 300 ألف، كيف وصلوا نص مليون اليوم نازح من منطقة الجنوب. كيف نحن بدنا نقدر نحمل هذا الوزر من هذه الحرب؟ دائما نحن عم نحكي عن حزب الله وتركين لبنان الرسمي كأنه مش موجود. يعني اليوم وين لبنان الرسمي اليوم؟ وين الرسمي وين مجلس النيابي يسعى لحل دبلوماسي سريع يعني يكثف الاتصالات الرئيس القاضي الرئيس بري هنا بالتوازي من لبنان؟ جنرال ما تنسى ما في عنا رئيس للجمهورية، حكومة تصريف أعمال. هيدا الشيء اللي كنت عم لك، نحن اليوم ما عنا مقومات الحرب لا سياسيا ولا حتى عسكريا ولا أمنيا. نحن بلد مفتوح يعني جبهة مفتوحة، مكشوف على كل شيء. مشان هيك الاختراق اليوم على الصعيد الأمني وعلى الصعيد الاستخباراتي أصبح أسهل بكتير من أي يوم مضى، لأنه اليوم مين عم بيقاتل على الأرض؟ ما عندك قوى اليوم تقدري تحكي معه. يعني لبنان الرسمي مثل ما عم تقولي حضرتك، ما في رئيس جمهورية، حكومة تصريف أعمال، مجلس نيابي ما بيقدر يجتمع لأنه هو هيئة ناخبة اليوم طالما ما في رئيس جمهورية. مجلس الأعلى للدفاع يلي هو أساسي بهيك حروب ما بيقدر يجتمع لأنه ما في يجتمع لأنه رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى، رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للدفاع ورئيس القوى الأمنية القوات المسلحة. يعني تصوري عندك بعدين أنا ما بعرف يعني إنه إذا بتجي بتفكري كيف ما بدنا نكون مكشوفين إذا كل هذه القوى اللي موجودة اليوم على الأرض ما قادرة تجتمع لحتى تستنكر أو لحتى تأخذ أي إجراء. عم يعملوا حكومة طوارئ وعم يعملوا جهد الوزراء اللي موجودين كل واحد فيما خص وزارته. يعني نحن انتقل الدفاع عن لبنان أصبح بغرف طوارئ وأصبح بيساعدونا ويتصلوا بها الدول لحتى نرجع للغة القديمة تبعنا. نعم. اللي هي اليوم لا تحاكي هذا الوضع المستجد، ما في توازن بهذا الموضوع. صحيح جنرال، بحال يعني دخلت الهدنة حيز التنفيذ وصار في هدنة ل 21 يوم، ممكن اقتناص الفرصة بهيدي الفترة وانتخاب رئيس للجمهورية طالما نحن في حالة حرب؟ يعني هدنة مش معناته خلصت الحرب اذا دخلت حيز التنفيذ اساسا. أنا قلت لك من أول ما راح أحكي سلبي، بس أنا شايف مستبعد أول شيء قصة وقف إطلاق النار أقله بالوقت الحاضر.
قبل تحقيق الأهداف يلي مرسومة إن كان من حزب الله ولا من الإسرائيلي ما في وقف إطلاق نار. هلأ تنحط هذه الفرضية صار في وقف إطلاق نار، بس هذا وقف إطلاق نار كمان محددينه بأيام. نعم. يعني معناتها ما فيك يعني ما فيك فجأة هيك تجي تحطي اتفاق قدامك وقف إطلاق النار بدون ما تحقيق بالقليلة بالقليلة يكون في شيء لاستمرارية هذا الهدف. يعني ما فيك تعمليه ليوم، يعني شو معناتها تعمليه ليوم يومين بترجع أهالي الجنوب لمنازلهم يروحوا يرجعوا يزبطوا بيوتهم ويزبطوا هذا ويرجعوا بعد شوية إليهم ورجعوا تهجروا. يعني أنا بعتقد هناك لازم يكون في حل جذري لهذا. نعم يعني لربما والحل الجذري لقلك شو هو الحل الجذري. هلأ نحن عندنا قرار اسمه 1701. نعم. يجب هذا القرار أن يطبق بحذافيره. ما عندك غير حل في لبنان اليوم إذا بيتطبق القرار وإجا بتجي هالحكومة بتجتمع وتأخذ قرارات مصيرية في لبنان. بعتقد هلأ اليوم يجب أن يكون هناك قرارات مصيرية لتخليص هذا البلد من هالنفق اللي فتنا فيه. بس قرار هذا نفق ما فينا بقى يعني نطلع منه. الحكومة تأخذ هيدا يعني قرارات بدون ما تتفق مع حزب الله على هيدا القرارات. أنا هون اللي بدي أقلك اليوم يجب حزب الله أن يرجع خطوة إلى الوراء ويقعد. مين بده يتفاوض مع حزب الله؟ لأنه يتفاوض مع الإيرانية كمان، مش بسمع هلا الإيرانية اليوم كمان فينا نحطهم بين علامة استفهام، بدهم يساعدونا بهذا الموضوع لأنه ما فيك تكفي أنت. خلينا نحكي الحياة مثل ما هي. نعم. اليوم إذا ما رأيت جبهة الجنوب، ما رأيت جبهة الجنوب وتطبيق قرار 1701 بتكليف الجيش اللبناني، تكليف الجيش اللبناني الانتشار بكل المناطق والمحاور اللي موجود فيها حزب الله في منطقة الجنوب وبالاتفاق مع اليونيفل، هيك بتخلصي من هذا الحل. وهذا الحل القريب ويلي بعتقد أنا اليوم ما عم نقول هذا الشيء إنه حزب الله انكسر أو حزب الله بده ينسحب أو تعرفي كيف دغري. إذا قلنا هذا الشيء وحطينا الشرعية الشرعية اللي لازم تكون موجودة بمنطقة الجنوب، دائما نروح باتجاه انه لا حزب الله انكسر، حزب الله انسحب، حزب ما لها علاقة بها. لازم ننقذ لبنان بهذه الطريقة. حتى الحكومة وحتى الرئيس بريهني دائما يعني يعلنون يوميا تطبيق القرار 1701، يعني منه هن دائما مش بيقولوا هيك، هن دائما بيقولوا تطبيق خلي اسرائيل تطبق ال 1701. وكمان يجب على اسرائيل ان تطبقه ايضا. اكيد يعني لازم تطبق. نحن ضد الاعتداء على لبنان وعلى سيادة لبنان وعلى خرق لبنان كان جوا أو بحرا أو برا. نحن ضد وهذا بنعتبره عدو اليوم، بس خلينا نحن كمان نحن نبادر، لأن نحن اللي بلشنا بهذه الحرب. نحن ابتدأ حزب الله وهو أعلن وقتها بمؤتمر انه نحن. هلا بالنسبه للمين اعتدى او مين بلش جنرال، هذا بدا كثير نقاش. احنا ما تنسى نحن يوميا في عنوان كبير، نحن بدنا نعمل حرب يعني لاسناد غزه. حتى من قبل طوفان الاقصى نحن كل يوم الطيران الاسرائيلي بفوت بيعمل كزوره على. انا ما عم بقول، ما انا قلت لك اياها حتى ما نكون تنفهم غلط. انا قلت لك الاعتداء الاسرائيلي يومي موجود. نعم. وهو خرق القرار 1701، بس انا عم بحكي على الارض اليوم كان فينا نحن نحافظ على هذا القرار أقل شيء ممكن، وكنا نعمل دائما. ما نحن ما كان في عندك شكاوي على الاعتداء وشكاوي على الخرق، شكاوي ماشي من 30 سنة ما تغيرت. نعم. اليوم بالأدراج كانت موجودة. نعم. هاي الشكاوي. نعم. ماشي الحال يعني، بس أنا عم بحكي بالجبهة الجنوبية، بهذه الجبهة بالذات نحن كان فينا نحميها. هلأ ما بقى ينفع الحكي لأنه نحن صرنا بغير محل. نعم. بس لترجع القواعد ترجع إلى مكانتها بدك تطلع الجيش اللبناني لفوق ينتشر على كل هذه الأرض ويصير في اتفاق لوقف إطلاق النار. هذا الاتفاق يلي ممكن يمشي إنه يعني يمشي يستمر. بهالكلام جنرال رح نختم حلقتنا لليوم، وإن شاء الله يعني يكون في هدنة بالفعل وتدخل حيز التنفيذ ويتم التوسق إلى اتفاق يعني يكون لبنان يعني كمان هو المنتصر فيه، هو اللي أخذ حقه بالنهاية. ما تنسى كمان في أراضي محتلة وفي كمان يعني هيدي مسألة النازحين من الجنوب من البقاع، واللي هي كمان هذه تعتبر يعني حزب الله رح ينتبه جدا لهيدا الموضوع، ما رح يعني
يقبل انه يبقوا النازحين هيك بهذا الشكل منتشرين بالمدارس؟ ومثل ما ذكرنا انه ما كان في حتى يعني حد ادنى من انه الوزراء عم يعملوا جهدهم بالحد الادنى الموجود. ان شاء الله بحلقات مقبله بكون خلصت هيدي المحنه جنرال. ان شاء الله كلنا تمنيتنا ان شاء الله أكيد. ان شاء الله يا رب. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم ايضا مشاهدينا، والى اللقاء.